حوت من حيتان البيزنس في مصر وبيتجوز كل سنتين، ومش هتصدق مين أكبر منافس ليه وإيه اللي بيربطهم ببعض. هي دي حياة باسل سماقية، واحد من كبار رجال الأعمال في مصر اللي دايماً بيثير الجدل وحياته كلها أسرار. فيا ترى إيه حكاية باسل سماقية وعمل إيه عشان ياخد الجنسية المصرية؟ كل ده وأكتر هتعرفوا بس تابعنا لآخر الفيديو. مين فينا مش عارف محلات كوتونيل اللي إعلاناتها مغرقة التلفزيون من سنين؟ بس عمرك سألت نفسك مين صاحب الإمبراطورية الكبيرة دي؟ شوف يا سيدي، الراجل ده اسمه باسل سماقية، رجل أعمال سوري ومالك شركة كوتونيل، لكن رغم إنه سوري الجنسية لكن استثماراته كلها في مصر. بدأ رحلته في عالم البيزنس بمصنع صغير، لكن دلوقتي تقدر تقول عليه إمبراطور الشغلانة دي. في 2018 بقى تحت إيده 4 مصانع و300 محل، ده غير البيع للمحلات والملابس الرياضية والكاجوال والكلاسيك والهايبرات الكبيرة المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية. وزي حياته العملية، حياة باسل سماقية الشخصية دايماً بتلفت أنظار الكل، لدرجة إنها ينفع يتعمل منها مسلسل أو فيلم، وده بسبب جوازاته الكتير وآخرهم كان 2018 و2020، وخصوصاً إن كل مرة بيعمل فرح ضخم بيعزم فيه أهم النجوم في مصر، والدليل اللي حصل في فرحه سنة 2020. في وقتها حضر فيه نجوم الفن زي الفنان عمرو دياب والفنان راغب علامة والنجم محمد رمضان وعدد من رجال الأعمال، واتكلف الفرح ساعتها حوالي 3 مليون جنيه حسب موقع الوطن، ومن ضمنه 1.5 مليون أجور عمرو دياب وراغب علامة اللي أحيوا الفرح وقتها، وده لأنه تعود إنه يجيب كبار المغنيين عشان يحيوا فرحه، خصوصاً راغب علامة وعمرو دياب اللي قال إنه بيتفائل بيهم. ومن الواضح كده إن حب سماقية لمصر ما يقلش عن أي مواطن فيها، وده لأنه يعتبر من أكبر المتبرعين الأجانب لصندوق تحيا مصر. مش بس كده، ده من وقت للتاني بيتكلم عن الجنسية المصرية لأنه بيسعى إنه ياخدها، بدليل أنه سنة 2016 في برنامج هنا العاصمة أعلن عن تأييده لمشروع قانون منح جنسية للمستثمرين الأجانب في مصر مقابل وضع وديعة بالدولار الأمريكي في البنك، خصوصاً أن أولاده 4 اتولدوا هنا في القاهرة لكنهم ما خدوش الجنسية المصرية، وده بيخلي ولاده يحسوا بالغربة. لكن سنة 2021 رئيس مجلس الوزراء أعلن بنفسه عن منح باسل الجنسية المصرية، وبعدها سنة 2022 بنته فلك أخذت الجنسية بقرار من مجلس الوزراء. ولو فاكر أن أسرار باسل سماقية انتهت تبقى غلطان، لأنك لو دورت على أكبر منافسين ليه في السوق صدقني هتتفاجئ، لأنك هتلاقي ماركة الإمبراطور على القايمة، ودي واحدة من أشهر ماركات الملابس في مصر، وصاحبها مين بقى؟ برضو عيلة سماقية، وتحديداً أخوه أحمد اللي استبعد ضم الإمبراطور وكوتونيل في كيان واحد، لأنه شايف إن كل شركة ليها طريقتها والاتنين ناجحين. وعلى فكرة، رجل الأعمال السوري أحمد سماقية ورئيس مجلس إدارة شركة الإمبراطور للملابس الجاهزة حصل هو كمان على الجنسية المصرية في 2023. دلوقتي بقى قولنا، سمعت إيه تاني عن صاحب شركة كوتونيل؟ وهل عمرك تخيلت إنه سوري الأصل؟